بسم الله الرحمن الرحيم. باسم كافة الزملاء والزميلات العاملين في ديوان المحاسبة نرحب فيكم بلدكم الثاني الكويت. الكويت بلد السلام، بلد الإنسانية، بلد الصداقة. ترحب بهذا الاجتماع، الاجتماع 54 لمجلس المديرين في منظمة الآسيوية لجهة الرقابة العليا اللي سيعقد في الكويت في الفترة من 21 إلى 24. كلنا يعني تواقين للقائكم واستضافتكم في الكويت، تقديم كل الدعم. هذا الاجتماع يزخر في مجموعة من البنود الأعمال والموضوعات المهمة التي تنعكس بالنهاية على مهنية وفنية العمل في أجهزة الرقابة العليا. لعل يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة هنا قريب من اجتماع الأنكوساي اللي سيعقد في شهر سبتمبر في موسكو. لذلك كل الأنظار المختصين في أجهزة الرقابة العليا لهذا الاجتماع لما يزخر فيه من موضوعات تهم الساحة وتهم البعد الفني والمهني لأجهزة الرقابة العليا. ولعل ما يزيد من اهتمامنا في هذا الاجتماع هو حجم الاجتماعات الثنائية التي ستعقد بين الأجهزة الرقابة بعضها البعض في الكويت لمزيد من التعاون، العمل المشترك، العمل الجماعي، وهذا سنقدم له كل الدعم لنجاح مثل هذه اللقاءات. الكويت سعيدة بهذا اللقاء، كل الزملاء سعيدين، كل الدعم، كل الإمكانيات مسخرة لنجاح هذا الاجتماع. أتمنى لكم إقامة سعيدة في الكويت وعودة حميدة لبلدكم.